بالنسبه لارتفاع ديال الاسعار ديال المحروقات فهو موضوع مهم. كيف كيعرف الجميع المغاربه بصفه عامه بان في هذا الاسبوع في الظرف ديال اسبوعين فقط تم الاسعار ديال المحروقات ترافعت تقريبا بربعه المناسبات متتاليه، وبما يعادل تراكم ديال الزيادات بنصف درهم ونصف بالنسبه للبنزين ودرهم و64 بما يخص الغازوال. وهذا فهذا زياده فهي بصراحه فهي كثيره. دابا نعطيو واحد المثل، كاين مثلا اللي عنده النقد ديال لي فواياجور من الرباط على التراجي ديال الرباط لمراكش تقريبا الخلاص ديال 2000 درهم، يمكن في هذا الدرهم ديال الزياده ديال الدرهم يلحق 3000 درهم، وهذا راه ثمن مهول. كان صعيب باش نتنبؤوا بان غيكون واحد الانخفاض بالنسبه للاسعار ديال المحروقات اللي سيكون على مدى طويل الامل، لان الارتفاع ديال البترول فهو راجع للمخاوف ديال الاقتصاد العالمي، وحنا كنعرفوا بان حاليا هناك تداعيات ديال الحروبات ديال اوكرانيا وروسيا. فكنظن ممكن تكون واحد زيادات في النسبه للاسعار، لان هادشي راجع للعدد كبير ديال المتقلبات ديال اللي كنعرفوا دابا حاليا يوميا بما يخص المسائل السياسيه ولا الاقتصاديه ولا حتى العسكريه. الاهم من المشكل ديال الاسعار فهي حريه الاسعار معقوله، وهي باينه وكاينه منطلقه وكاينه وكينضمها واحد القانون. لكن المشكل دابا حاليا المشكل ديال الشركات اللي وحدوا واحد السومه معينه، واحد السومه اللي معينه توحدوا على واحد السومه معينه، وهنا كما معنى هذا فهو احتكار نفسه، فهو احتكار، لان كان متفق عليه بانه يديروا واحد الثمن واحد بالنسبه للاسعار ديال المحروقات. فهذا كيعني بانه كاين واحد المنظومه، ولا نقدروا نقولوا بانه لوبي في هذا المجال هذا. بما يخص كما شن الازمه فهي ازمه اقتصاديه، فما كتكون اي ازمه اقتصاديه ولا ازمه اجتماعيه فيلزم لازم يخدع الحلول، وقبل ما يخدع الحلول فبمقدر يرجع للمناقشات. وهنا كاين واحد المناقشات ملي كنقولوا بان كاين ازمه نحاول يكون واحد الاجتهاد، وكنطلبوا من جهات الوصيه ولا جهات المسؤوله ولا الحكومه يقلبوا لنا على حلول باش نخرجوا من هذه الازمه هذه. كما قلنا بان هناك حلول، ما احنا عندنا اقتراحات بالنسبه لنا احنا، واخا ماشي دور الاختصاصات والمسائل، فكاين اقتراحات واقتراحات اللي تحترم. المسألة بأن الحكومة عندها حق، عندها إمكانية، وعندها واحد الآلية اللي يمكن تتلعب بها، وعندها واحد الإمكانية اللي هي متناولة. علاش؟ بأن عنده واحد القانون، وهذا القانون سميته الأسعار والمنافسة. هذا القانون هذا في المادة 4 كيخضع لها وكيعطيها تاخذ واحد القرار، كيعطيها حق باش تاخذ واحد القرار في اي ماده اللي تم ديالها الارتفاع ديال الاسعار ديالها بواحد الشكل كبير. فهي قانونيا عندها حق تسقيف ديال هذه الاسعار هذا وديال هذه الماده هذا لمده تقريبا واحد المده ديال 6 شهور. وكاين ثاني اقتراح اخر بما فيه هو الدعم المباشر، كاين ثاني حل اخر بما تخفيض الضريبي، وكاين ثاني حل اخر والاهم هو ديال لسمير اللي غادي يقدر يكون لتكريم مثلا النفط ويكون محلي. وكاين ثاني حل اخر واقتراح اخر اللي تكون واحد البنيه تحتيه، خلق واحد البنيه تحتيه لتخزين هذه المواد المحروقات بالبلاد ديالنا. بالنسبه للدور ديال جمعيه حمايه المستهلك بالنسبه هذه العطله الصيفيه، فبالنسبه للعطله الصيفيه فكانت هنا ابتزازات كثيره وكثيره، سواء خاصه في المدن الساحليه. في المدن الساحليه اللي كان واحد الابتزازات بالنسبه للفنادق ولا بالنسبه للشقق المفروشه، ما نساوش الشقق المفروشه، وحتى المطاعم اللي كان بواحد الاثمنه اللي خياليه. هنا كان هذه الابتزازات هذه، ورغم ان كان واحد غياب كبير ديال المراقبه. هنا بالنسبه للسياحه، حنا كنطلبوا ديما الوزاره السياحه باش تخرج بواحد المراقبه وتعمل واحد اللجنه اللي تكون محايده اللي تخدع لهذا المجال ديال المراقبه. وبالنسبه للجمعيات فهي كتثبت ضروره المراقبه في هذا المجال هذا. بطبيعة الحال بالنسبة
تخوف بالنسبة للمسالك بالنسبة للكتب المدرسية، فهي بالطبع هي واحدة حاليا بالنسبة للمناسبة، فهو فكر من الدخول المدرسي وخاصة من بعد الرجوع ديال العطلة الصيفية، وحنا كنعرفوا بأن كان شوية كان نسبة للخروج للعطلة الصيفية كان واحد ارتفاع الأسعار في جميع المجالات وخاصة في هذه المسائل في هذه المدن الساحلية وفي هذه العطلة الصيفية. فحنا كجمعية حماية المسالك فحنا حاولنا نديروا واحد التحسيس وواحد المنظومه ديال المراقبه ديال الاثمنه وديال الجوده ديال الكتب المدرسيه، لان عارفين بان في هذا الدخول المدرسيه فالناس كيعيشوا واحد المشاكل وخاصه الازمه الماديه والمشاكل ديال الدخول المدرسي كيف كيكون هفوات كثيره وكثيره. فاحنا حاولنا نديروا واحد التحسيس وحاولنا ناطروا ونديروا واحد المنظومه ديال المراقبه باش نبريباريو ونهيئوا الارضيه ان شاء الله بالنسبه للمستهلك. وفي الحقيقة فهذا السؤال فهو مهم، السؤال هذا مهم بكل صراحة، حفزني لأن عشنا السنة الفارطة عشنا في كل المشاكل في جميع المجال جميع المجالات، إلا وكان استغلال وابتزازات بما فيه عيد الكبير بما فيه المسائل العطلة الصيفية بجميع المقاييس، حتى دخول المدرسي حنا خايفين يكون ثاني هذا المجال هذا يكون ثاني في ألوبي ويكون فيه مشاكل. حنا من هذه الجهة هذا فهذا ميساج مباشر بأن حنا كجمعية حماية المستهلك فحنا كنديروا المبتغى ديالنا وكنديروا المطلوب منا بأن كنأطروا وكنهزوا رفعوا المستوى الثقافي وكنأيدوا كل شيء وكنحاولوا نحميوا المستهلك، ولكن كجمعيات بوحدنا راه ما يمكنش نخدموا بدون منظومه. كنطلبوا من الوزارات، كنطلبوا من الحكومه، كنطلبوا من المجتمع المدني، كنطلبوا من الحقوقيين بان نكونوا واحد الريزو ونتعاونوا باش نحميوا هذا المستهلك هذا.